أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة. زي ما عودناكم إن في كل حلقة بنستضيف أسرة من الأسر المصرية، بنتعرف عليهم أكتر، بنقرب منهم من خلال موضوعات هما بيقترحوها علينا. إحنا بنعرف أفكارهم إيه، دورهم في المجتمع، دور كل فرد فيهم إيه، أحلامه، طموحاته، مشاكله. هما كمان بيقترحوا علينا شخصية بيستضيفوها في كل حلقة، وبتكون ضيف عليهم وعلينا كلنا. المجال مفتوح، الحوار ممتد، والأسر المصرية اللي بتشارك في صناعة أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فابقوا معنا. إعلامي متمرس ذو خلفية شرطية وأدبية معروفة هما عناد أسرة اليوم، الأب والإعلامي أحمد رجب المذيع بإحدى القنوات الفضائية والضابط السابق بوزارة الداخلية، الأم هي الأديبة مريم صبري، الأبناء هما يوسف ذو 9 سنوات ومريم ذات السنوات 8. المنزل ذو طابع أدبي هادئ يحتل فيه الكتاب مكانا بارزا، وتبدو في جوانبه قيم الجمال والهدوء مع لمسة انضباط واضحة اكتسبها المنزل من عمل الأب السابق. أسرة مصرية تؤمن بقيم الوطن وتسعى لرفعته بالكد والعمل والاجتهاد، وتعيش حياة هادئة دون تكلف. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. بيسعدني ان انا اقدم لكم الاسره اللي معانا النهارده، وهي في الحقيقه اسره مميزه. هي بيغلب عليها الطابع نقول الاعلامي، لان رب الاسره هو الاعلامي الشهير الزميل العزيز احمد رجب. اهلا بيك. اهلا بيك يا زهره. بنرحب بيك. اهلا بحضرتك. والزوجه مش بعيده ايضا عن المجال الاعلامي، لان معانا الكاتبه والاديبه مريم صبري. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. والاولاد معانا مريم برضو صغيره مريم. ويوسف. اهلا بيكم. ويعني انا عارفه احساس المذيع لما يبقى قاعد في دور الضيف، يعني يبقى غريب شويه. انت طبعا مستغرب شويه. اللي اغرب بقى ان قبل ما يكون الاعلامي احمد رجب مذيع، هو قعد والسنوات طويله جدا في مهنه مختلفه تماما في طابعها. كان ضابط لمدة كام سنة؟ 16 سنة. ياه. بس كنت وما زلت حتى الآن أنا ضابط شرطة حتى الآن. وده الأغرب، إن كنت وما زلت. ما زلت حتى الآن ضابط شرطة. إحنا بنقول غريبة، لأن معروف إن الضابط بيبقى ليه طبيعة، ولو حتى الطبيعة دي مش موجودة فيه كطبع وشخصية، هو بيتطبع بطبيعة معينة من التعاملات اليومية. مش عارفة إزاي النقلة دي، طبعا جت هي اختيارية ولا صدفة ولا إزاي؟ عاوز اقول لحضرتك طبعا هو ضابط الشرطه بيبقى في مناخ زي ما انت قلتي في ضبط مختلف، لكن بالعكس المناخ ده ممكن يخلق جواه فنان، يخلق جواه مذيع، يخلق جواه كاتب. وفي نماذج كتير حتى في التاريخ المصري وفي الدراما وفي السينما. يعني نتذكر مثلا الفنان صلاح ذو الفقار كان ضابط شرطه، وفي نفس الوقت كان فنان وفنان كبير. بس احنا بنقول ان دول استثناءات. ما انا بدي مش ده العادي. ما هو انا طبعا بتكلم في استثناءات، يعني اقصد اقول لك ان مش معنى ان هو ظابط انه ما يبقاش عنده موهبه او ما يكونش عنده شيء معين هو بيحب ان هو يعمله وينجح فيه ويبقى عنده طموح فيه ويوصل ليه. بالعكس في نماذج كتير جدا جدا. طب نقول هنا طبع الشخصيه بيختلف، طبيعه الشخصيه. انت اتربيت مثلا في بيت كان برضو بيغلب عليه الطبع الصحفي، او الوالد هو الاديب محمد رجب، الكاتب الصحفي محمد رجب. فاكيد برضو ده ترك طبعًا الاثر عليك. شيء مؤكد يعني، شيء مؤكد. ما انا اقصد اقول لحضرتك الضابط لما يكون في بيئه مختلفه ويكون اتربى في مناخ اخر
فاكيد ده بيأثر فيه. يعني أيوة. انا مع والدي اه طبعا عشت معاه من وانا صغير، كان دايما يعني بياخدني معاه في جولاته الصحفيه، فشفت من خلالها شخصيات ونماذج صحفيه كبيره جدا لسه فاكرها لغايه دلوقتي، يعني الكاتب الكبير مصطفى امين، انيس منصور، استاذ وليه ابو ذكري، استاذ ابراهيم سعده. تشبعت بالجو ده. تشبعت طبعا، وكنت دايما مرافق للوالد، كنت اسمع كلامهم. استاذ صالح مرسي كنت دايما اقعد مع الوالد وهو موجود، استاذ علي سالم اللي عمل مدرسه المشاغبين. الناس دي وانا طفل كنت يمكن ما كنتش بفهم قوي هم كانوا بيقولوا ايه، لكن لما كبرت قدرت اعرف قيم ومبادئ وحاجات كتير، ودي خلقت جوايا روح الفنان، روح الاعلامي، روح ان هو ان انا عاوز ابقى زي الناس ديت. لكن كان حلم جواك ان كان انت حلم تبقى اعلامي طبعا. ولا تبقى ضابط؟ يعني لا، ايه اللي ان كان انا بقى اعلامي بصراحه، يعني بصراحه؟ يمكن والدي بحكم طبعا عمله في الصحافه المصريه كان دايما يقول لي ان الصحافه هي مهنه البحث عن المتاعب، وانا قعدت كتير عشان اعمل اسم كبير، فانا عاوز اجنبك ده وتخش كليه الشرطه، تتخرج تشتغل تبقى ضابط. يبقى احنا عرفنا الاجابه دلوقتي، انت كنت ضابط الاول بناء على رغبه الوالد، رغبه الوالد، لكن الاعلامي ده الجزء والحلم بتاعك انت ده بقى، اللي رحت له ده في التراث الاخر. اللي انا عشت عليه بقى، ومن وانا طفل يعني ما صحيتش الصبح لقيت نفسي مذيع اطلاقا، بالعكس انا كمان يعني اشتغلت في قنوات يعني معينه لغايه ما وصلت لقناه هي تصنف الان انها القناه رقم واحد في القنوات الخاصه في مصر، فالحمد لله. ده ما كانش وليد الصدفه، ولكن كان وليد كفاح، اصرار، موهبه، تنميه ده ايضا بالقراءه، لان انا رايي دايما المذيع الشاطر اللي بيقرا كتير، مش اللي بيخش على النت كتير، مش اللي هو بيستقي المعلومه من مصادر مستحدثه التكاوية دلوقتي. الجاهزة السريعة دي الله يفتح عليك، التكاوي. لا، اللي بيقرا كتير وكان وان هو صغير كان دايما بيحب الثقافه والاطلاع، ده بيخلق منه اعلامي شاطر، مذيع شاطر، صحفي متميز، اديب ليه فكر، فبتصدق بقى بيخلق منه كمان ضابط شاطر، ويخلق منه ضابط شاطر. ضابط شاطر بالظبط، مختلف عن اي ضابط تاني بالظبط، في التعاملات، في في فهمه التعاملات صح، للموضوع، في ادراكه القراءه والثقافه دي ارضيه لاي شخصيه وده سويه، بعلمه اي لاولادي، شخصيه ده اللي سويه. بعلمه لاولادي، ويعني يمكن ايضا استاذه مريم زوجتي، احنا بنعلم ولادنا ده دايما. انا عايزه بقى اجي لمريم بقى زوجتك، لان احنا يعني سايبين مريم زوجتك بقالها كتير، وانا عندي مواضيع كتير قوي معاكي بصراحه. اولا عايزه اقف الاول على حاجه مختلفه تماما عن اي حاجه، اسم مريم الصغير ومريم كبيره جه ازاي؟ مين اللي اختار مريم لبنتك اسم مريم؟ انا اللي سميت بنتي على اسم بس مراتي. هو ده اللي انا كنت عايزه اسمعه، ده اذا كان يدل على حاجه فهو دلاله على مشاعر وحب طبعًا كبير. طبعا صح؟ طبعا. اتبسطتي لما قال لك انا عايز اسمي البنوته؟ الحقيقه كانت مفاجاه بالنسبه لي، يعني انا ما كنتش اعرف ان هو عايز يسميها مريم، انا كان جوايا اسم تاني خالص، كنت عايز اسمي مريم بي، واتفقت انا هو على الاسم ده يعني قبلها، لكن هو فاجئني بشهاده الميلاد وفيها اسم مريم، فطبعا كانت مفاجاه جميله جدا تقديرا بالنسبه ليها، لي. تقديرا ليها الله. ولتعبها معايا، مش بقول كده عشان هي جنبي بجد والله، يعني هي أي. وقفت معايا وكافحت معايا وصبرت انا انا معايا. انا سمعت جزء من قصتكم بس عايزاك انت تقوليها. مريم لما اتجوزت احمد كان هو ضابط، كان لسه بيبدا حياته زي اي ضابط لسه بيبدا، وبداته بتقولي شهر العسل كان فين؟ كان في الصعيد. في الصعيد. انت استغربتي قبل التسجيل وانا بقول لك جدا كده. قلت له شهر العسل، انا قلت هتقولي بقى يعني انه كان رائع وانه في بلد بقى حلوه، لقيتك بتقول احنا شهر عسل بتاعنا كان في سوهاج. في سوهاج طب ايه بقى؟ ايه الموضوع ده؟ والله هو الموضوع ده جاء بالصدفه كده، احنا اتفقنا على ميعاد للفرح، وبعدها على طول جت الخدمه بتاعت احمد في الصعيد، فكان مضطر ان هو يخدم في الصعيد في الوقت ده، فكان فيه سنتين دي، فانا هو اتفقنا على ان انا ما عنديش اي مشكله اني اكمل معاه في الصعيد، يعني مفيش اي دي مشكله. في حد ذاتها لازم تقف عندها بنت زي القمر زيك، لا بجد، وبتبدا، فطبيعي جدا انك تعمل مشكله على ده. انا ببدا حياتي وانا لسه صغيره، ما كانتش بالنسبه لي مش ده مشكله. حلمي؟ لا، ما كانتش بالنسبه لي مشكله، اصل الاحلام ملهاش علاقه بالمكان، يعني في نظري انا الحلم ملوش علاقه بالمكان، الله، الحلم اديبه بيفضل بقى. الحلم ليه علاقه الحلم بايه؟ لا، ليه علاقه بالطموح، ليه علاقه بالاصرار على النجاح، بالامل، ايا كان المكان اللي الانسان فيه يعني بيتواجد فيه. أيوة. ممكن احقق في المكان ده طموحي كله، يعني المكان بيرتبط بذكريات انا اللي بصنعها، انا اللي بقيم امتى وازاي
اقدر اعملها وفين. وقدرتي على ارض الواقع تعملي كلام الجميل الحالم ده؟ الحمد لله. طبعا طبعا، كان من اكتر الحاجات اللي فخوره بيها جدا ان احمد اخذ الماجستير في القانون هناك. الله، وكنت يعني انت بتعتبري انجازك ان احمد طبعاً اخذ الماجستير؟ وهي كانت كلمه السر. انا مش هعلق يعني. والله هي كانت كلمه السر في ده، يعني مش في الماجستير وبس، يعني في كل حاجه. هي كانت مريم مراتي، هي كلمة السر دائما، وهي حجر الزاوية في كل نجاح، في كل تقدم، في كل خطوة أنا تقدمتها لقدام بأمانة، مش عشان هي جنبي ولا عشان إحنا بنتكلم قصاد السادة المشاهدين إطلاقا، دي حقيقة وده حقها. أيوة. طبعا، ودي الأسرة المصرية اللي أنا أحب أوريها للناس. يعني في نماذج أحيانا بتطلع قدامنا في الدراما، في مش هي دي، مش لا هي في الدراما كمان المصري، يعني مش الست المصرية بنقعد نقول الحب وحده، الحب وحده لا يكفي. لا، الحب وحده يكفي، قد يكفي احيانا، ولكنه يكفي بالعكس. ان الحب تقدري تولدي انجازات كتير، تقدري تحققي حاجات كتير. فالذين يقولون ان الحب وحده لا يكفي، لا، انا نموذج اهو قصاد حضرتك، الحب فيه كان كلمه السر في النجاح والتقدم وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. طبعا، دايما قبل اي شيء الحب بمعناه الصحيح، الحب الايجابي بكل مفرداته وتفاصيله الصحيحه الصحيه الايجابيه. طبعا، لان في بيبقى احيانا ناس بتفسر سلوكيات مريضه ورغبات مريضه على انها حب. الحب عمره ما يدمر، بيبني فعلا. بالظبط، بيبني، لازم الحب يبني، يعني ما فيش حب بيهدم. الحب اللي بيهدم ده بيبقى مش حب، بيبقى انانيه، بيبقى اي شيء اخر غير الحب. لكن الحب الحقيقي الصادق هو اللي بيبني الانسان اللي قدامك، هو اللي بقى انتي بتضحي علشان تشوفيه سعيد، بس هو بيضحي عشان يشوفك سعيده. احيانا يعني بيبقى في اتفضلي تنازلات كمان. ما هو التنازلات دي اللي عايزه اتكلم عنها. احيانا بعد ما الزوجه بتدي وبتعمل تنازلات، بتقف بتقول طب انا بقى فين، وفين احلامي وفين طموحاتي. انا كمريم ما وقفتيش مع نفسك الوقفه دي، ولا انت كانت ماشيه الامور معاكي بصفه متوازيه؟ الحقيقه احمد ما ادانيش الفرصه ان انا اقف مع نفسي الوقفه دي. يعني هو على قد ما كنت بديله كان بيقدر ده جدا، وتقديره ليا كان بيظهر على ارض الواقع، يعني ما كانش مجرد كلام، لا، هو كمان عايز يديني سبورت عالي قوي علشان انا كمان انجح، يعني ما كانش اناني بالمره. الكلام ده لو حد طرف واحد بس هو اللي بيدي، والطرف اللي قدامه ده ما فيش عطاء خالص. اقدر وقتها اقف واقول لا، لحد هنا ستوب، انا اديت كتير قوي وما لقيتش اللي انا عايزاه. دي الوين وين، الوين وين ريليشن شيب، اللي هي الطرفين بيدوا بعض وبينجحوا بعض. وانا كسبان وانت كسبان. بالزبط. فالمعادله لازم تكون نجاح في الاخر. مظبوط. والنجاح ده بينعكس على البيت والاسره والاطفال، يعني بينعكس على حتى نفسيه الطفل نفسه. يعني انت بتكوني اسره، الاسره دي في ثمره انت بتجيبيها في الاسره دي، الثمره دي انت لازم ترويها، ترويها بحب. لكن لو انت عندك جواكي مشاعر سلبيه كتير، مش هتقدري تروي الثمره دي، مش هتقدري تديها غير مشاعر سلبيه من اللي جواكي. فالانسان كل ما كان ايجابي في حياته، كل ما قدر يدي للناس، وكل ما قدر يصنع حب للي حواليه، ويصنع عطاء للي حواليه، ويصنع نجاح. بس دايما اسمع الجانب بقى، يمكن نلاقي فيه هي جانب سلبي شويه او جانب. دايما اسمع ان شخصيه ضابط الشرطه برضو مش سهله للزوجه. طبعا. وبصراحه كده الواحد كان دايما يسمع نصايح، لا، عريس ضابط شرطه خدي بالك، لان هو كل يوم بيقابل اشكال ومجرمين، وده بيطبع عليه. مزبوط. وممكن سلوكه يبقى فيه عنف شويه وفيه حده. لا، هقول لحضرتك على حاجه، يعني هو المقياس الاساسي في الموضوع ده التربيه. يعني في، يعني مش كل ضباط الشرطه زي بعض. ما اقدرش اقيم انا ضباط الشرطه كلهم واقول لا هو عشان ضابط شرطه فانا لازم اصفه بصفه، الصفه دي لازم تكون ملصقه بيه علشان لمجرد ان مهنته ضابط. لا، ما ينفعش. يعني كل انسان وليه سلوكياته وليه تصرفاته الشخصيه وليه حياته الشخصيه، تفكيره الشخصي. ما انا عاوز اقول لك، انا لو ما كنت ضابط شرطه ما كنتش عرفتها. لو ما كنتش ضابط ما كنتش عرفتها. ما كنتش عرفتها. طب انا عايز اعرف بدايه المعرفه ونرجع لموضوع. هي مريم تكمل كلامها بقى تقول. طيب. بدايه المعرفه يعني؟ ازاي عرفتوا بعض؟ اول لقاء
مهم اول لقاء وبعدين اسال اللي. اول لقاء كان في جامعه القاهره، وانا كنت داخله الحقيقه الجامعه، وكان في دوره تدريبيه كنت مشتركه فيها، واحمد كان في زياره لصديق لي في حرس الجامعه، وبعدين حصلت كارنيها قد ضايع، فانا مشد كده يعني. انا بقى كان الهيرو. انا قلت انا اللي هو الهيرو اللي انا اللي هغيب الكارنيه، بقى اعمل خطه بحث واتحرى عن الكارنيه. فضل يتحرى كتير. لا انت عارفه زود ليه بجد والله. انا اول ما شفتها يتحرى قد ايه كده؟ انا اول ما شفتها كتير قوي. اصل انا لما شفتها قلت دي مراتي، عارفه اما يعني شفتها اول مره هي دي مراتي. يعني بجد انت شدتك حب من اول مره؟ في حاجه اسمها كده؟ اه والله حب والله من اول مره. عيني شفت عينيها، شفتها كده قلت بس هي دي مراتي، لازم اعمل اي حاجه بقى علشان تبقى مراتي. فلقيت مبرر الكارنيه اللي كان ضايع منها، قلت بس. قعدت تدور عليه كام شهر كده؟ كتير. قعدت ادور كتير كتير. ها ولقيت الاخر؟ طيب لقيت، بس بصعوبه. بصعوبه. ها واضح ان العمليه كانتش سهله. انت ما حسيتي ان في اعجاب فيه، ولا كنت مصدقه موضوع الكارنيه؟ في الاول لا طبعا حسيت، عشان اكون صريحه معاك، حسيت نوعا ما يعني. بس طب انت بقى كنت حاسه بنفس الاحساس برضو باعجاب شويه؟ لا يعني يمكن بعدها بشويه كده ابتديت اعرف شخصيته وابتديت. أيوة. شفتي بقى بتتكلم بصراحه يعني؟ ايوه لا برافو عليك، وانا عاجبني جدا الصراحه دي، عاجبني. بعدها بشويه يعني شفت مميزات عجبتني فيه، ابتديت اعرف صفات خاصه بيه يعني، خاصه جدا، فابتديت انبسط بيها. ما قلقكيش موضوع انه ظابط، ولا كان بالعكس دي ميزه، ولا ما وقفتيش خالص عندها؟ والله ما وقفتش عندها بشكل قوي يعني. الموضوع كان بالنسبه لي مجرد مهنه يعني، هي مهنه بس مهنه انا بحترمها لانها مهنه تقدر حقيقي وتحترم يعني. بخلاف اي شيء هي مهنه لازم الانسان يقدرها، ان هو بيخدم وطنه، وهو في الاول وفي الاخر بيدي لبلده، ما بيديش لحد تاني. فهو بيدينا كلنا، هو بيدي للبلد، وهو بيساعد البلد بشكل او باخر، فهي مهنه تقدر بالنسبه لي. أيوه. ولكن ما كانتش الاساس بالنسبه لي يعني. مش دي اللي وقفتي عندها. لا. طب انا عايزه ارجع لك في قصه التحول جه ازاي، ونتيجه تعب بس ومجهود، ولا الصدفه لعبت دور؟ ازاي تحولت من ضابط الاعلام؟ هي من الصدفه، ولكن هو ترتيب. انا دايما مقتنع في حياتي كلها، وحياتي كلها يا استاذ دعاء، ان ربنا سبحانه وتعالى بيكون ليه سيناريوهات احنا ممكن كبشر ما نتوقعهاش يعني. انا كتير قوي قبل الثوره كنت اقدم طلبات واكتب طلبات للوزير حبيب العدلي، ما كانش وافق. تمام. حاولت كتير ان انا عاوز ابقى مذيع، عاوز اعمل برنامج، عاوز ليا مقترحات، عندي طاقه جوايا مثقله بموهبه وباطلاع وبثقافه، عندي افكار جديده اقدر اقدمها، عندي كان بيبقى في رفض. اما قامت ثوره 25 يناير، يمكن انا مش هضحك عليك يعني، انا كنت اول المستفيدين من الثوره. استفادة شخصية بالنسبة لي، لأنها حققت لي طموح أنا كنت ببحث عنه كتير. يعني في الوقت ده أنا عرضت الموضوع على اللي هو منصور عيسوي لما كان وزير داخلية مصر، وفوجئت إن السيد الوزير منصور عيسوي أعجب جدا بالفكرة. قلت له إحنا عاوزين نعمل برنامج زي ما بيجي في أمريكا. برنامج رياليتي حركي، بدل ما نقعد نقول للمشاهدين تم ضبط 50 قطعة سلاح و60 طلقة و700 مش عارف ايه والكلام ده، البيانات، لغة البيانات. الشعب المصري زهق سأم. أيوه. من لغة البيانات. أيوه. عاوز يشوف الحملات الشرطية، عاوز يشوف المأموريات لايف. ايه المشكلة؟ ننزل نصورها. في امريكا بيعملوا ده، برنامج اسمه مكافحه الجرائم، شهير جدا، الشرطه الفيدراليه والطيارات والكلام ده. شرحت له الموضوع بايجاز، وافق. ايوه. لقيت ان هو في فتره كنا محتاجين ان احنا نقرب الشرطه وكونسبت او مفهوم الشرطه والدور اللي بيلعبوا بيه من الشعب، لان كان في جاب في الوقت ده، كان في حاجز. وده اللي انا عملته بقى في برنامجي. ده اللي انا عملته في برنامجي. مهم جدا في الوقت ده اللي انا عملته في برنامجي كمين. كان اسمه البرنامج كده كمين، وعرضته على قناه فضائيه مش عاوز اقول اسمها طبعا، قناه شبابيه، نجح جدا الحمد لله.
كرمت عليه كمان في مهرجان الغردقه السياحي الدولي لفنون الربيع انا ومجموعه كبيره من النجوم والحمد لله. وده يعلمنا ان الحلم ممكن يبقى حقيقه يا بالسعي. استاذه ده انا عاوز اقول يعني لحضرتك انت كان مجرد حلم. انا لا امجد في العمل اللي انا عملته بس يكفي اقول لحضرتك ان قنوات اجنبيه طلبت انها تنزل تشاركني التصوير، يعني اتذكر قناه اليورو نيوز، قناه الاتحاد الاوروبي، هذه القناه الناطقه ب 33 لغه اللي بيشوفها 3 مليار مشاهد على مستوى العالم، كلموني ونزلوا صوروا معايا تقرير، لانهم انا كنت برصد بالصوت والصوره الحملات الامنيه القتاليه والمهام الخاصه القتاليه اللي بتقوم بها وزاره الداخليه بالتنسيق مع الجيش، فده كان مهم، صوره مهمه ان الناس تشوفها. طيب انا هرجع لك تاني في الجزئيه دي، جزئية الإعلامي بقى اللي لو هيجي عايز يغطي حاجة الشرطة طرف فيها ازاي هنا يلتزم الحيادية وانت جواك الضابط، يعني انت غصب عنك انت ممكن تميل. دي مهارة. ثواني انا مش عايزة الإجابة دلوقتي. انا عندي تقرير هدعوكم ان انتوا تشوفوه معانا ونرجع بعد كده نسمع الإجابة بتاعتك. اتفضل نشوف مع بعض التقرير. في مشكلة طبعا، هو الحل في الثقافة بتاعت المجتمع كله عامة، ان مفيش مش قادرين نتفاهم مع بعض. تمام، هو ده بيرجع برضو بسبب التعليم بتاعنا. يعني سلب ان احنا خايفين من بكرة رأسي غير الاول، الاول كنا على الاقل خالص مش خايفين من بكرة، مش خايف اركن عربيتي قدام بالعمارة، لكن دلوقتي في خوف من بكرة، في خوف على نفسي على اشيائي على اولادي، مفيش اي ايجابيات. في اختلافات حصلت بين الصاحب وصاحبه، بين الاسره وبعضها، بين بس ما اعتقدش العيله اتفرقت زي ما الناس كانت بتصور. يعني احنا مجموعه اصحاب ممكن تفرقنا، في واحد له ميول معينه والثانيه المجموعه الثانيه لا، بس النسبه الاكبر في مصر وبين الاصحاب تلاقي 10 بينهم نص واحد. الاسره مختلفه، لما بتتفرج على برامج التلفزيون مختلفه، شوف المذيع ده بيتناول ايه والمذيع ده بيتناول ايه وده بيتناول ايه. في برجله النهارده من الساده المذيعين على الاعلام بالذات على المفهوم اللي ماشي في البلد. المفروض نمنع كلام السياسه في داخل الاسره، زي المواصلات، زي المنافع العامه، زي اي حاجه في القاهره وضواحي القاهره محافظات، لان بالنسبه لكلام السياسه الاخوات دلوقتي بيختلفوا في السياسه، ممكن يمسكوا بعض. في الاسره الواحده في اكتر من نموذج، او مثلا ثلاث اخوات تلاقي كل واحد متبع نظام او متبع حزب او متبع الحاجات دي كلها. احنا ما كانش عندنا دوت، احنا كان كبرنا الاب. مشاهدينا اهلا بيكم مرة تانية، واسمحوا لي ان انا ارحب بضيف الاسرة، الضيف اللي اقترحته الاسرة وهو الصديق المقرب جدا للعيلة، هو استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية الدكتور علاء رجب. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. الاول نسمع بقى الرد على السؤال اللي سألناه قبل التقرير وبعدين نرجع بقى نشوف سبب استدعاء الصديق المقرب بقى. والله انا بشكر طبعا، يعني انا بشكر طبعا احمد صديقي واعلامي متميز، وطبعا وزوجته الاديبه مريم على ان هم اختاروني طبعا اكون معاهم النهارده في الحلقه، لانهم هم بصراحه يعني مثل لحاجه احنا محتاجينها في المجتمع بتاعنا. طب احنا هنعرف ايه المثل بقى ونعرف منك بالتفصيل ونعرف سبب الاختيار بعد ما نسمع بس رد السؤال، وهو افكر المشاهدين بيه ان احيانا انت مضطر ان انت تغطي احداث، واحنا عارفين الاحداث اللي بتحصل بقى لها 4 سنوات، بتبقى طرف فيها احيانا الداخليه، بتبقى طرف فيها الشرطه، احيانا انت بتبقى عايز تقول كلمه حق وتبقى حيادي. ازاي وانت ضابط اساسا 16 سنه ولا زلت ضابط، ازاي هتلتزم الحياديه؟ هقول لحضرتك طبعا انا مقتنع تماما ان المذيع لازم عنده مهارات، تمام، ولازم يكون مقتنع ان الشعب المصري ده بالذات غير اي شعب في العالم، شعب ذكي، شعب فطن، شعب كيس،
شعب كده زي ما بيقولوا ايه بيعرفها كده على طول، يعني يعرف كنت بتتحكي عليه ولا بتمثلي عليه ولا بتتكلمي بصراحه ولا بتنطقي ولا بتزايدي ولا بالظبط بالظبط. ايوه فانا ببقى بطبيعتي والله، لو في سلبيات او مسالب او عيوب او ما شابه ذلك بقف عندها، وبالعكس اكتر حتى من اي مزاح اخر بتعرض لها. تمام، لو في ايجابيات بشيد بيها وبقولها، وبالتالي ترمومتر تقدير احمد رجب كاعلامي هو الجمهور، هو مقياسي انا. عشان كده بقى حريص دايما اشوف تعليقات الناس، اشوف الناس بتقول ايه، اتابع الريت، اشوف المقترحات بالنسبه لي ايه، كل شيء يخص اللي انا بقدمه بتابعه. ايوه، بس عشان تعرف انت ماشي فين واقف فين، انت ماشي صح ولا طبعًا. لا طبعا، ببقى سعيد جدا كمان باي نقد. انا عايز اناقش معاك عموما وانت برضو ان انت دورك كصحفيه برضو التزام الحياديه، الصحفي والمذيع، هل المذيع احنا نعرف زمان وتربينا في التلفزيون المصري وتلفزيون الدوله ان المذيع مش المفروض يقول رايه، المذيع لازم يلتزم مهنيا، المذيع يعرض الموضوع بكل اطرافه بكل ارائه، وهو مش المفروض يقول رايه، احنا اتربينا على كده. انت من المدرسه دي ولا من مدرسه اللي احنا بقينا نشوفها مؤخرا ان لا المذيع يقول رايه ورايه بطريقه واضحه وصريحه زي ما شايفين بعض المذيعين؟ اذا استشعرت ان رايي هو راي اغلب الناس، يعني الموضوع مش محتاج تاويل مني ولا محتاج حاجه، لا حسيت ان الموضوع اللي انا بتكلم فيه ده كل الناس هتبقى رافضاه. مثلا يعني مثل توضيح، عملت حلقه قبل كده عن المأكولات الفاسده، ونزلت مع مباحث التموين وظبطنا مصنع فيه كم رهيب من اللحوم الفاسده وطيور النافقه وحاجات زي كده. اكيد راي الساده المشاهدين اللي شافوا ده هيكون سلبي، متضايقين، مش مبسوطين، خايفين من بكره، خايفين ياكلوا الكلام ده. يبقى انا لازم يبقى رايي موافق لراي الجمهور. في هذه الحاله انا اقدر اعبر عن راي احمد رجب، وانا اعلم تماما انه متوافق مع راي الجمهور. لكن عشان انا بقى اطلع برايي او اقول بالظبط كده علشان اراضي نخبه معينه، او علشان يبقى لي هدف استراتيجي معين، او عشان اكسب حزب من الاحزاب، او عشان ابين ان انا وطني، وانا الكلام اللي حضرتك عارفاه ده كلام الشعب خلاص بالبلدي كده فقسوه، عرفوا وعرف الناس، وانا مش عاوز اقول اسماء زملاء بس خلاص، عرف الناس المحسوبين على تيارات وعلى احزاب وعلى انظمه، وعرف الشرفاء الكويسين البيور اللي بيحبوا مصر، اللي بيقدموا منتج اعلامي هادف يقدر ان هو يساهم في تكريس خارطه الطريق في مصر، ويخدم مصر ويساعد مصر. ايوه، مش بقى ذكي يا استاذ دعاء، بقى ذكي كده. طيب انا عايزه اكلم الولاد، انا ما كلمتهمش بقى، عايزه جيل بكره، ده جيل بكره الاهم مننا كلنا. يوسف انت الكبير، ابدا بيك، انا عارفه ان عندك هوايات، انت كلمني بقى قول لي هواياتك ايه. انا كان نفسي اطلع طيار. انت نفسك طيار يعني، ولا ظابط ولا اعلامي، انت عايز تبقى؟ لا، ممكن طيار او ظابط. طيار او ظابط، لكن مذيع لا. طب انت بتعمل ايه؟ بتعمل رياضه، بترسم، بتعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي بلعب جودو وسباحه. برافو عليك، جودو ده اللي فيه الحزام اللي لونه مش عارفه ايه ولونه ايه، انت وصلت للون ايه؟ انا لسه عشان اتاخرت شويه، كان المفروض ابقى في الاورنج. المفروض كنت ابقى في الاورنج بس متاخر شويه. طب الحق بقى عوض اللي فاتك، ايه اللي اخرك؟ مش عارفه انا كنت بغيب كتير في الجودو. لا طب خلاص بقى، الفتره الجايه عوض اللي فاتك. اوكي، ايه مريم بقى، مريم الصغيره، ايه الاخبار؟ كويسه. كويسه، انت بقى بتحبي ايه؟ بحب الجودو. برضو جودو، بنت تلعب جودو، برافو عليكي. ها وايه تاني؟ كونغ فو. كونغ فو، سباحه. دي بتحب كل الالعاب اللي هي الولاد عاده بيروحوا لها يعني، مش كده؟ انت سايباها؟ ها سايباها طبعا. لا 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 خالص خالص، علشان الهوايه اللي هي حباها تؤدي فيها اكتر، يعني بلاش ان انا اقف قصادها واقول لا دي لعبه ولاد، لا دي لعبه بنات، لا دي الكلام ده مش موجود يعني. طيب اسمحوا لي بقى ان انا ارحب مره ثانيه بالدكتور علاء رجب، وانا اعرف ان انت الصديق المقرب، ده اللي اتقال لي لما قلنا لهم انتم المفروض بتدعوا معاكم ضيف
قالوا لي علاء رجب. بالاضافه بقى ان انت الصديق المقرب وشاهد، انت كنت بتقولي كلام كبير قوي، كنت بتقول انت شاهد على ايه؟ على يعني قصه كبيره هنا، قصه يعني حب كبيره. انا دايما اقول ان الاسره اهم حاجه في المجتمع، يعني لو الاسره كويسه المجتمع كويس. اي لو كل اب كل ام كل زوج وكل زوجه نموذج بجد، راجل عارف يعني ايه امراه، بيقدرها بيحترمها زي النموذج اللي انت مصطفاه دلوقتي. كم واحد لما بتيجي تقول له هات مراتك نطلعوا مع بعض في برنامج بيوافقوا؟ قليل بصراحه. صح ولا لا؟ كم واحد بقى بشكل عملي احنا بنتكلم، لكن في فرق بين بنتكلم ونسلك الطريق. اي انت شايف هنا انا شايف نموذج كلام بيتفق مع السلوك فعلا ايجابي، مش 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 انا بقوله بقى كده عشان انا صاحب احمد، فكره احنا اصحاب على فكره. عايز افكر المشاهدين بحاجه بس، ان الدكتور علاء رجب استشاري صحه نفسيه وعلاقات زوجيه. طب ما يمكن هو ده اللي منجح الكابل ده، ان هم بيتعلموا من ده. انا بتعلم منهم، ده انا باخدهم نموذج دايما اقول لهم حتى في البرامج لما اجي اتكلم بقول يعني في حاجات ما حدش يعرفها كتير عن احمد رجب الاعلامي. احمد فنان جواه، فنان رهيب، ومش هسيبه في الحلقه غير لما يقول لك بعض من حكاياته. احمد اتربى في بيئه غنيه قوي. أيوه. ودايما غنيه بمعنى الغنى الاب الصحفي. لا ده مش صحفي بس، ده اديب وكاتب كبير ومدرسه. ومين بقى نجوم كل اكاديميه اخبار اليوم، وحاجه رائعه، وعيشه كانت مختلفه تماما، ادب وشعر وقصه وسيناريو، وبيكتب وحتى هو بيشتغل، هو اللي بيشتغل بنفسه. مريم دايما هم مرايه لبعض دايما، يعني اول ما يجي يعمل حاجه يا مريم اعمل ايه، انا ده بشوفه بس ببقى من بعيد كده واشوف هو ليه بيعمل كده. ايوه. ودايما هي بتضحك وهي مثلا بتستشيره، وممكن احنا يكلموني وانا ابقى حكم. لا مريم في الحته دي احنا عند هنا بقى مريم بيكلموك وتبقى حكم، معنى كده ان احيانا بيبقى في مشاكل اصلا. بص ما تقوليليش لا مش مشاكل، وجهات النظر. اه بالظبط كده، اختلاف وجهات النظر ده شيء صحي. يعني بنبقى محتاجين ده شيء صحي فعلا. الدكتوره لويزا بيبقى ليه رؤيه دايما قريب منا جدا، فبنبقى محتاجين ان احنا نشوف رؤيته في المشكله دي ايه. هل وجهه النظر دي بالنسبه له افضل؟ طيب ايه اكبر مطب؟ بصوا اصل انا لما اقدم كابل كده نموذجي قوي مثالي، الناس دايما هتقول لا بس اكيد برضو عندهم ايه اكبر مطب وقفتوا فيه وكان تقولوا ده مطب كده اضطرينا ان احنا العصبيه. عصبيه يعني احمد بحكم احمد غيور جدا. قولي اه قولي احمد غيور جدا يا مريم. ايوه لا صريح واضح جدا على طول. ولكن دايما حتى وهم زعلانين مع بعض اجمل حاجه في ايه؟ في عندهم حاجه انا مسميها دايما بنك الحب. احمد بيدي ايداعات، ما هو زوج وزوجه ايه؟ هم عشت عمر وبينهم حب وقصه مشاعر واحاسيس، وغير كده بقى دماغهم مع بعض. رجل بيحتوي امراه بدماغه مش بجسده فقط، بيسمع لها وتسمع له. يجي احمد النهارده بيدي ايداع لمريم، طبطب عليها، بيشوفها عامله ايه، بياخد رايها، بيشوف مقالاتها، هي بتشوف رايها في شغله. الحوار الايجابي ما بين الزوج والزوجه. ايوه. الحب يا جماعه الناس فاكره ان هي متتجوز خلاص في بينهم حب، لا ده وهم. عطاء مستمر وايداع مستمر زي ما انت بتقول. ايداع يجي علشان لما يجي مشكله كبيره اسحب انا بقى من رصيد. تخيلي مش هيسحبوا رصيد. اه برافو عليكي. تخيلي بقى لو ما فيش الحب ده وكل يوم عندهم بيكونوا حاجات جديده بينهم بعض، هتلاقي اي حد متربص للتاني. انا سالتك مش بقول لك مين بيجي يتكلم عن مراته ولا مين بتتكلم عن بصوا احنا طبعا احنا عارفين ان المجتمع في نسبه الطلاق، في نسبة المرأة اللي بتعول كتير هي لوحدها الأسرة، في الاتنين المتجوزين لكن زي ما انت قلت نتيجة ان العلاقة اكيد مش كويسة قوي بيرفضوا الظهور مع بعض. في حاجة عيلة. بصي الاعلام اللي انت بتعمليه ده اعلام ايجابي، ده انا بنادي بيه. ليه؟ دايما في الاعلام بيركز على السلبيات، الاختلافات بين رجل ومرأة، العنف الزواجي، الطلاق الصامت. ليه عمرنا ما بنجيب نماذج ايجابيه زي دلوقتي؟ يعني أيه. كم هاتي حلقات التلفزيون سواء الفضائيات ولا المصري ولا بنركز على ايجابيات فين؟ دايما عينينا على السلبيات. لا طب أيه. ما تدي ايجابيات للمجتمع، لان في ناس هتشوفك وتقلدك تقول الله طب ما انا ممكن ابقى عايز ابقى زي الزوجه دي. الله السلوك الايجابي معدي. معدي طبعا. السلوك الايجابي معدي دي أيه. دي جمله هايله جدا. دايما انت لما تكوني ايجابيه اللي معاكي ايجابي، لكن انت سلبيه اللي معاكي يبقى سلبي. أيه. فانا قصدي ليه بنقول نموذج وبنعتبر ان ده حدث ان احنا نجيب عيله ونتكلم عن وتقولي بس عشان ما يتحسدوش، وكان هذا السلوك
داخل المجتمع المصري استثنائي مع ان المفروض ده اللي يكون عشان يوسف يفتكر الله بابا وماما شوف كانوا عاملين ازاي، مريم تشوف. ولذلك انا بقول لك ايه، مش ضروري احمد ومريم يربوا يوسف، احمد ومريم يربوا يوسف ومريم، لانه مش محتاجين، لانهم بيربوهم طول الوقت شايفينهم، بيربوهم بانهم قدوه ليهم قدامهم نموذج. مش تقول لابنك، انا بقول ده مش تقول لابنك، دول انا بقول لهم بجد، هي بتكتب سيناريو حياه زوجها كويس، هو زوج بيكتب سيناريو حياته مراته كويس، هيعرفوا يشاركوا ما يكونوش كومبارس مع اولادهم، وهيشاركوا معاهم في كتابه سيناريو حياه جميله. هو ده المجتمع. هو ده المجتمع يا استاذه، احنا محتاجين المجتمع يكون كده، يكون فيه نماذج ايجابيه، يكون فيه زوج يعني فاهم يعني ايه زوجه، وزوجه تحترم زوجها وتقف معاه في وقت العصبيه. هم مرت بيهم مواقف كتيره جدا جدا، انتقال من احمد من فضائيه لفضائيه، ما ده كان احمد زي بالظبط السمك، لو طلع بره الاعلام بيتعب نفسيا، بيتضايق، عايز يغوص في مشاكل المجتمع. اقول على حاجه كمان، انا اسف انا بقطع الدكتور، لا رجب صديقي واخويا وحبيبي، اتفضل. مريم مراتي كل حياتي معاها قوم بجد، ووقفتها مع امي الله يرحمها بجد كانت وقفه كبيره قوي قوي، لدرجه ان امي كانت بتدعي لها قبل ما تموت بيوم. ده الايداع اللي بنقول والله عليه، والله بجد ده الايداع اللي كانت اقرب يعني الناس لامي الله يرحمها. وانت يعني ما تعرفيش يا استاذه دعاء امي دي بالنسبه لي كانت ايه، يعني كانت ايه يعني، ان هي اللي برضو اللي صنعت فيا حاجات حلوه، كان اهم اتنين ستات عندي في حياتي، اهم اتنين في حياتي امي الله يرحمها ومراتي بجد. فهي وقفت مع امي، وده شيء يعني يمكن من خلال برنامج حضرتك المحترم اي زوجة ابن تبقى خايفه من نظام الحماوات والغيره والعلاقات. بس انا يعني عايزه اقول حاجه برضو، ان هي ربنا يرحمها يا رب، هي برضو ادتني ايداع كتير، يعني لولا اللي هي ادتهوني زي ما دكتور علاء كان بيقول كده، العطاء، ان الرصيد يبقى كتير عندي، انا ما كنتش عرفت اطلع في الوقت ده. فهي الحقيقه كانت الله يرحمها إنسانة عطاءة جدا، وكانت محبة جدا، وكانت متسامحة جدا، وهي اللي ادتني الحاجات الجميلة اللي أنا خرجتها لها في وقت من الأوقات. فمفيش فضل، هي الحكاية إنها لو كان في فضل فالفضل ده من عندها هي قبل ما يكون من عندي أنا. أيوة. نرجع لموضوع ما وقفتش عنده كتير، نرجع، انا عايزه اي سلبيات مش كده، نرجع للحسد تاني. لا لا قلت الحسد تاني، لا 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 مريم، لا لا مريم صريح، لا لا مريم الاول، مريم الاول بعدين ارجع لحضرتك. احمد غيره ولا لا؟ غير غير. عصبي ولا لا؟ عصبي شويه. طب ما هو طبيعي يكون في عيوب، اكيد في عيوب. ايوه بس رومانسي جدا جدا. طيب بصي بقى، احلى حاجه تسمعيها لما تقول لأحمد الحب عندك إيه؟ أي. ويذكر لك حاجة من حاجات ده مبدع. أنت قلت لي إنه فنان، ده لازم يقول لنا حاجة، أنت هتكشفه. فإحنا عايزين الجزء المخفي. كنت دايما حريص من وأنا صغير دايما أعرف الناس اللي وصلوا لدرجة كبيرة أوي من الارتقاء، بقى عظماء، بقى عظماء ليه؟ يعني كنت دايما اقرا وفي السيره واعرف حاجات كتير، كنت دايما احب اعرف الاغاني، الاغاني اللي اثرت فينا في الشعب المصري، اغاني ام كلثوم وعبد الوهاب وفريد، الحاجات ديت اكيد في جزء منها يمس الواقع. فكان من ضمن الحاجات كنت دايما بحكيها لاصحابي دايما، ويمكن علاء اقترح عليا ما تعملها برنامج، ممكن اقولها لك في عجاله. اتفضل اتفضل يا ريت. يعني مأمون الشناوي مثلا كان انت عارفه طبعا من الشعراء الكبار في مصر، اللي كتب يعني درر لام كلثوم وغيرها من نجوم مصر. مأمون الشناوي كان بسيط وكان على قد حاله، وكان من السيده زينب، وكان ليه واحد صاحبه اسمه محمد صادق، كان محمد صادق يضرب على العود، يعزف على العود، ومأمون يكتب الكلمات، وكان ليه خالته ست نعيمه كانت الوحيده اللي عندها بيانو في السيده زينب، فكان دايما كل جمعه يروح يعزف على البيانو، لغايه ما راح في يوم من الايام شاف بنت محجبه واموره بتعزف على البيانو، حبها من اول نظر. سأل خالته مين دي؟ قالت له دي فاطمة أخت محمد صادق صاحبه. قالها فاطمة وحلوت إمتى وكبرت إمتى؟ وفضل يحب فاطمة، فاطمة تحبه من بعيد، عاوز يفتح صاحبه عشان يتجوزها، ما معهوش فلوس وفقير على قد حاله. عبد الوهاب عمل إعلان في الأهرام، عاوز شعراء جداد، كانت العادة زمان كده، راح قدم مأمون أعجب بيه عبد الوهاب، خد كل أغانيه في أول فيلم ليه كان اسمه يوم سعيد، نجح مأمون الشناوي، فرض نفسه على الساحة الفنية في مصر. اختنى مأمون الشناوي، قدر يتجوز فاطمة ولا لأ؟ خطب فاطمة 3 سنين واتجوزها 50 سنة. خلال ال50 سنة دول، ده اللي أنا عاوز أقول لحضرتك، إنه كتب لنجوم مصر كلهم عدا أم كلثوم. طول ما يكتب لها أغنية تعدل عليه، تقول له نشيل الكوبليه ده نحط الكلمة دي، يروح لفريد كان صاحبه جدا فريد الأطرش، يغنيها فريد. كتب لها أغنية اسمها أول همسة،
قالت له حلوه يا مأمون بس نقيين ده ونعدل. فده راح لفريد غناها، فريد نجحت جدا زي النهارده. كان حبك كانت احلى همسه الاحلى ورده، فاكرها لسه زي النهارده. لا انت فنان فعلا. راح لها ربيع فقالت له لا نشيل ده ونحط ده لفريد، غنى فريد الربيع. قول له ايه بقى؟ في اخر ايامه مع فاطمه مراته دي في ناله الحدوته اللي انا قلتها لك ديت، قالت له مأمون ممكن تنساني وتحب واحده تاني؟ فقال لها لا انا بقى مش هرد عليك الا في اخر حاجه هكتبها لام كلثوم. ويمكن بقى دي كانت اهداء لفاطمه مراته بعد 50 سنة زواج، وقال لها انساك ده كلام. الله يا سلام. او ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر فيه ابدا، كان لك معايا اجمل حكايه في العمر كله، سنين بحالها ما فات جمالها على حب قبله، سنين ومر زي الثواني في حبك انت، وكنت اقدر احب تاني احبك انت يا فاطمه. هي دي القيمه، هو ده الموضوع، هو ده لما نيجي نسمع الاغنيه نسمعها باحساس تاني وبشكل تاني وجدان تاني. بالظبط هو ده اللي يمكن ده اللي احنا محتاجين نسمعه كتير قوي. لكن واحد بالمواصفات دي مش هيقدر. لا يقدر طبعا. انا فهمت دلوقتي شاعره وكانت فهمتي فيستطيع ان هو هي وطبعا ما اقولش ان هي كتب واهتمام واحساس. أيوه. احمد بيجيد ده كويس قوي. لا هو مش بيجيد ده هو كتب لأم كلثوم كتير عشان انا قلت لك حتى جوه. لا تحسب عليا انه ما عملش ام كلثوم، لا كتب لأم كلثوم كتير جدا طبعا بعد كده، عشان حتى لا تحسب عليا انه ما كتبش ام كلثوم، لا كتب لأم كلثوم كتير جدا. ده كان قراءه في كتاب برضه عشان الناس تبقى عارفه مصدر معلومات، كان في كتاب اسماء لا تموت للعملاق مصطفى امين مؤسس الصحافه المصريه الحديثه. يعني القراءه ودايما تبقى غزيره في القراءه والاطلاع، يدي انتاج، يدي ارتقاء في المشاعر. بالزبط. يدي ثقافه. نقدر نعلمها لاولادنا بقى. أيوة. يعني انا مثلا يوسف يحب قوي يخش على النت والفيسبوك. هنا هل احنا المفروض نفسي ومعانا الدكتور علاء رجب برضو في السؤال ده، هل احنا المفروض نسيب ولادنا براحتهم نوجههم ننصحهم مره واثنين، ولا لازم في امور مهمه قوي لازم نغرزها فيهم زي القراءه، زي انه يبقى عنده لازم هوايه، لازم هوايه. هل انا المفروض ان انا اجبر ولادي ابدا بالاجبار مثلا، ولا ان انا اسيبهم اوجه واسيبهم بالتعود مش بالاجبار؟ يعني ما فيش طفل ابدا بياخد الجرعه منك بالعافيه، هتلاقيه من بعيد كده ومن وراكي عامل اللي هو عايزه برضه. أيوة. فلما يعمله قدامي افضل بمليون مره ما يعمل الحاجه دي من ورايا. انا اقدر اعمل ايه؟ انا اقدر اوظف ده بالشكل المناسب ازاي؟ يعني اقدر انتقي وقت معين في اليوم اقول له فيه دي المكافاه بتاعتك، انت تقدر تقعد على النت، او ده الوقت المخصص ليك انك تقعد على النت فيه، ده الوقت الكافي ليك والاعصابك والدماغك والوقتك ومذاكرتك والحياه. تنظيم. انت بتنظمي وبتوجهي وطب ازاي انا اعوده على القرايه مثلا؟ هو رافض تماما ان يبقى عنده هوايه او ان هو يقرا. انا الحقيقه كنت بحكي لهم وهم صغيرين قصص، يعني انا كنت بجيب كده القصص بتاعت الاطفال، ويمكن هم متذكرين بعض منها، واجيب قصص. هو بيقول اه متذكر ايه بقى؟ ايه يعني في والله البوكس بتاعه خاص بيه، حاطط فيه كل الحاجات الخاصه بيه. فاكر لما ماما كانت تقعد تقرا لك كنت بتحب الوقت ده؟ كان بيفرق معاك جدا. وانت دلوقتي بتحب تقرا برضو؟ انت ممكن تقرا على النت. انا دلوقتي بقى لها 8 سنين معايا، محتفظ فيها في صندوق حاطه في اوضتي. يا حبيبي محتفظ فيها بقاله 8 سنين. هو عمره كله تعود. يعني الموضوع تعود. أيوة. يعني القراءة دي أهم شيء، لأن هو كمان بتوسع مداركه وبتوسع أفكارهم، والطفل تحديدا وهو صغير أنت تقدري تدخلي جواه المعلومات اللي أنت عايزة. أيوة. طيب لو هنقول في كلمتين سر قوة الكابل ونجاح الكابل اللي أنت شايفه ده، الإعلامي أحمد رجب والأديبة مريم صبري، إيه؟ أنت كاستشاري علاقات زوجية وصحة نفسية. الزوج فاهم احتياجات مراته كويس قوي، الزوجة فاهمة احتياجات زوجها كويس قوي. أيوة. تلبية رغباته واحتياجاته وتلبية رغباتها واحتياجاتها بيكون عامل نجاح كبير جدا جدا جدا. النضوج العقلي، الحوار المتبادل، ما عندهمش لغة الصمت، ارتباطهم بولادهم. مش ممكن احمد يكون سعيد بره بيته وناجح ومش هيكون ناجح في بيته. في برضه سؤال، الارضيه المشتركه، يعني هي اديبه وكاتبه وانت اعلامي والوالد كان برضه اديب وكاتب صحفي، طيب الأرضية دي بتلاقوا لغة حوار واهتمامات مشتركة؟ بنلاقي طبعا كتير اهتمامات مشتركة. ممكن كمان هو يديني، هو الحقيقة أحمد
يعني كمان عنده دراية قانونية عالية جدا ومدارك قانونية ممتازة والملكة القانونية عنده حلوة جدا. فأنا كنت بحب قوي أسمع منه الحاجات دي. كان بيوسع مداركي أنا في حاجات أنا ما عنديش معلومات فيها. الأستاذ والتلميذة في حاجات في أمور معينة. والأستاذة والتلميذ في أمور نقدر نقول إن هو واخد أنت الأستاذة والتلميذ في إيه بقى؟ أنا عايز أعرف الأمور اللي أنت فيها أستاذة. يعني هو يقول بقى أنا إيه بقى؟ ايه الامور اللي هي فيها؟ أنا يعني هي بتقول انت عندك الناحيه القانونيه قويه وهنا كان الاستاذ والتلميذه، هي بقى الاستاذه وانت التلميذ في اي امور؟ هي علمتني الحب، علمتني الاخلاص بجد. يعني ايه اخلاص؟ يعني ايه وفاء؟ يعني ايه حب؟ يعني ايه تقدير؟ يعني ايه اجبر اللي قصادي ان هو يحترمني؟ يعني ايه ما اكذبش؟ يعني والله بجد علمتني حاجات كتير جدا جدا. وفي هذه اللحظات اللي انا بكلم حضرتك فيها وبقول ده عن مريم، وبمناسبه الاستاذ والتلميذ اتذكر كتاب مهم جدا اقول لكل الناس يا ريتوا تشوفوا الكتاب ده وتعلموه لاولادكم، اسمه قال الاستاذ للتلميذ للعملاق جلال الدين الحمامصي. الكتاب ده مش قادر اقول لحضرتك عباره عن اسئله كتير قوي سالها ولد صغير لجده زي ما انا كنت زمان بسالها لجدي، برضو جدي ده كان في حياتي بس انا عارف ان وقتنا قرب ينتهي، بس بجد بجد علاقتي برضو علاقه الطفل مع الجد بتخلق فنان وبتدي قيم وبتدي احساس وبتدي روح وبتدي حاجات كتير جدا. اما كنت اصحى الصبح مثلا على اخبار خفيفه، على اشوف بدايه حياتي مع العملاقه فايزه واصف، اشوف اسمع كلمتين وبس في الراديو وجدي يعلمني الحاجات دي ويشرح لي ويقول لي دي بتخلق فنان. قال الاستاذ للتلميذ كتاب مهم، كتاب قديم كتبه جلال الدين الحمامصي، في أسئلة كتير قوي سألها تلميذ لجده وجده كان بيجاوبه عليها بكل تلقائية وفن. لأن الطفل لما بيسأل بيبقى صعب جدا الإجابة عليه في أمور معينة، تبقى عايزة فن فعلا يعني. بالظبط، عشان كده بقول لحضرتك يمكن بقى الجد بالنسبة لي الأم العظيمة ودعاها لي قبل ما تموت بالنسبة لي، الزوجة المخلصة اللي علمتني القيم دي كلها، الأب اللي من غير ما يقصد أنا عشت معاه في بلاط صاحبة الجلالة وفي الصحافة المصرية، الحاجات دي كلها عملت قدامنا الشخصية شخصية الإعلامية الإعلامية الجميل بعيد عن أنه إعلامي فهو شخصية والشرطي الذي يرفق بحقوق المواطن وحقوق الإنسان، ودي مهمة البعد ده بالظبط انه يتكلم. محتاجين العلاقة ترجع تاني، محتاجين الشرطي اللي بيطبق روح القانون قبل القانون، اللي هو بيحسسنا ان واحد مننا مش واحد هو ده غريب عنا او بعيد عنا. شعار ان الشرطه ان في خدمه الشعب بالظبط، ده يكون واقع وليس شعار. احنا بنشكرك، للاسف وقتنا انتهى، وقد ايه انا سعيده بيكوا وقد ايه مهم ان احنا نظهر ان مصر بخير، ومصر مش هتكون بخير الا لما تكون الاسره الصغيره اللي هي النواه اللي هي الاساس بخير وفيها نموذج زيكم. فاحنا سعداء ان احنا نظهر من خلال حلقاتنا نماذج فعلا في ثواني معدوده هقول لك قبل ما تنهي تمام، واقول لحضرتك وقول للساده المشاهدين كل واحد يسمع اغنيه وديع الصافي دار يا دار يا دار راحوا فين حبايب الدار، ويشوف الدار اما بيتهجر ايه اللي بيحصل فيه عشان يحس دلوقتي يا استاذه دعاء باهميه الدار والوطن وباهميه الدار وبيت العيله. الله، احنا متواجدين مع حضرتك. الله، احلى كلام واحلى جمله انهي بيها بجد. اعلامي بقى، اعلامي بقى نقول ايه؟ شكرا للاعلامي المتميز احمد رجب، شكرا للكاتبه الاديبه الانسانه الرائعه وفعلا يعني ده من قلبي مريم صبري، الولاد اللي ان شاء الله كل النجاح في انتظارهم. بنشكر الدكتور علاء رجب الصديق واستشاري الصحة النفسية واستشاري طبعا العلاقات الزوجية. والله أنا مبسوط جدا إن برنامجك فعلا زي ما قال بيكرس حاجة إيجابية في المجتمع ونلقي الضوء على أسرة إيجابية، ده يبقى نموذج مشرف خلال محتاجينه جدا. مصر فيها حاجات حلوة كتير قوي، يا ريت نسلط على الحاجات الحلوة دي شوية. فعلا مصر فيها حاجات حلوة، وطول ما الأسر دي والنماذج دي موجودة احنا بنقول من كل قلبنا ان هم دول اللي بيلعبوا دور ايجابي وفعال في المجتمع، هم دول الأسر اللي بتشارك فعلا في بناء امجاد هذا الوطن. شكرا لكم والى اللقاء في حلقة قادمة وبيت العيله.